التشابه والايه؟ والارتياح. مش سامع الصوت. التشابه والايه؟ والارتياح. طيب احنا قلنا ان ممكن اتنين متشابهين بس هما مش شبه بعض. ليه؟ واحد صغير واحد كبير. يبقى هما متشابهين ان هما شبه بعض بس واحد صغير وواحد كبير. صح يا حمدي؟ صح. طيب تعالوا. هي نوعها زي بعض، هما متشابهين ان هما الاثنين قطط بس في اللون مش زي بعض، يبقى هما في عندهم تشابه واختلاف. صح؟ اه. شاطرين. طب يلا نشوف الاشكال اللي عندنا على البورد. نشوف الاشكال اللي على البورد. انا عايزه اسمع صوتين. السمكتين دول شبه بعض؟ اه. ايوه صح، اللون اللي مختلف. يبقى هنا دول متشابهين. صح؟ اه. طب انا مش سامعة. دول ايه؟ متشابهين. طب مختلفين في ايه؟ مختلفين في اللون. برافو عليكو. طيب في حمار وحشي. الحمار الوحشي ده واحد صغير واحد كبير. برافو يا علاء. يبقى هما متشابهين ان هما نفس النوع بس واحد صغير واحد كبير. برافو. عندنا ايه تاني؟ زرافة. برافو. عندنا كام؟ واحد صغير واحد كبير واحد صغير. واحد كبار واحد صغير. يبقى عندنا اتنين كبار وواحدة صغيرة، هما متشابهين الكبار بس التانية التالتة صغيرة. صح؟ طيب عندنا ايه؟ ايه ده؟ أرنب. طب ودي؟ سيارة. برافو. طيب والأرنب والسيارة متشابهين؟ لا. مختلفين؟ اه. طب هما متشابهين، هما نفس النوع؟ لا. مختلفين؟ هي السيارة جمال والأرنب حيوان. صح؟ اه. طب ثواني، في حاجة في السيارة شبه الأرنب بالظبط، ايه؟ اللون. اللون بتاع ايه؟ شباك. برافو عليكم. طب عندنا هنا في ايه؟ ابل. طيب التفاحة دي او الابل شبه بعض؟ لا. شبه بعض. طب في حاجة فيهم مختلفة؟ اه. واحدة اخضر غامق واحدة اخضر فاتح.